السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي نقترح عليكم سليلو. سليلو او سلو او سفوف، كل واحد واش كيسميه. هذا السليلو اللي غادي نحتاج فيه هنايا عندي القمح الكامل بالنخاله ديالو، غادي نغربلو وغادي نحيد النخاله وغادي نحمرو في الكوكوت. وهنايا عندي واحد الكيلو ديال الزنجلان، وعندي كيلو ديال اللوز، نص كيلو تاع اللوز حمرته غير في الفرن خليت ليه القشره، ونص كيلو الاخر سلقته وفسخته وقليته في الزيت. وهنايا عندي ربعه ديال السكر بلاصي. وبالنسبه للسكر تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، انا اكتفيت هنا بربعه السكر بلاصي حيت غادي نزيد العسل، وعندي هنايا العسل، وعندي هنايا الزبده رجعتها بغنوازيت، حيدت منها هذاك البياض كله اللي كيكون الفوق، كيكون ديك الكشكوشه مع ان ما نديروا بها سليلو كطلق الماء. وهنايا عندي النافع، وهنا عندي النافع البستاني او حبه حلاوه. بالنسبه للنافع غادي نحتاج ما بين 3 حتى 4 المعالق ديال النافع حيت هو كيبغي لقا ما سليلو. وبالنسبه للنافع البستاني ما غاديش نكثرو، غادي ندير واحد المعلقه معلقه تاع النافع البستاني حيت الا كثرتوه تيحرر تيمرر السفوف او سليلو. وهنايا غادي نحتاج القرفه كذلك ما بين 3 حتى 4 المعالق، وعندي المسكه الحره، ومن طبيعه الحال غادي نحتاج واحد القبيصه تاع الملحه. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هذا السليلو. بسم الله، اول حاجه غادي ندير غادي نغربل الطحين اللي عندي هنايا باش نحيد ليه النخاله على هذا الشكل. خصكم تغربلوه مزيان، ديما الغربال يكون عيون ورقاق بزاف. وغادي نحمروه في الكوكوت، احسن طريقه هي تحمروه في الكوكوت وتنقصوا عليه العافيه على العافيه مهيله باش ما يتحرقش بكم وتقابلوه. صافي دابا غادي نستمر كيف ما كتشوفوا، غادي نحيد النخاله كامله، غادي نخلي غير هاد الدقيق اللي رقيق. هنايا كما كتشوفوا معايا الدقيق بدا كيحمر، هنايا كياخذ اللون. ديما ملي تبغوا تحمروه ديروا نار مهيله، على نار مهيله كنحمروا باش ما يتحرقش. وهاد الكويرات اللي كتشوفوا هنايا حيت هو كيكور ملي كيبدا يتحمر، ما خشيت تحاولوا تحلوهم، ولكن من بعد ملي غادي يبرد ليا الدقيق غادي نغربلو. بسم الله، اول حاجه غادي ندير من بعد ما حمرت الدقيق ديالي غادي نعاود نغربلو باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات. عاد غادي نطحن اللوز ونطحن الزنجلان. من بعد ما غربلت الدقيق ديالي غادي نجيب الطحانه، غادي نبدا نطحن في العناصر اللي عندي، وغادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر كلاصي باش يتعلق ليا الزنجلان واللوز. صافي، وغادي صافي من بعد ما طحنت الزنجلان كما كتشوفوا معايا كيجي معلك، غادي نستمر غادي نطحن اللوز بنفس الطريقه. بعد ما سالت الزنجلان غادي ندير دابا اللوز. دابا غادي ندير اللوز اللي بقى عندي اللي محمره غير في الفران. دابا من بعد ما ساليت الطحين كما كتشوفوا معايا اللوز اللي كنت حمرت في الفران كيجي معلك بزاف على هذا الشكل في هذه الماكينه. دابا غادي ندوز باش غادي نوريكم الطريقه تاع السليلو، خاصو كندلكوه بزاف باش ما يبقاش محدد كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل.
بسم الله. دابا اول حاجه غادي ندير واحد الكبيسه ديال الملحه هنايا بسم الله، وغادي ندير النافع عندي هنايا، غادي كنخدم انا بمعلقه كبيره، غادي ندير ربعه المعالق كبار. انا واخا كنكون طحنه لقامه كنعاود نغربلها ملي كنبغي نديرها في سليلو باش ما يهوش فيا الا كانت شي حاجه بليضه كما كتشوفوا على هذا الشكل. معلقه زيت جوج مع ثلاثه المعالق عفوا حتى نذوق. الا خاصني لقامه كنزيدها، كما كتعرفوا سليلو راه كيبغي لقامه بزاف. وغادي ندير حبه حلاوه كذلك، غادي نغربلها هي والقرفه. غادي ندير معلقه ديال حبه حلاوه، ما غاديش نعمرها بزاف كما قلت لكم. هاد حبه حلاوه او النافع البستاني الا كثرتو منه غادي يحرر لكم سليلو. داكشي اللي كيبقى لي كنعاود نرجعو للقرعه ما كنلوحوش، فكنعاود نطحنو تاني. وغادي ندير القرفه كذلك واحد ربعه المعالق بسم الله جوج. هنايا كما كتشوفوا معايا كيف قلت لكم اللي تنغربلها مخشي ما كيكون شويه هنايا غليظ تنحيدو. دابا غادي ندير غادي نخلط هذا الشيء، وغادي نزيد العسل. العسل على حسب الذوق ديالكم والزبده، سليلو كيبغي بزاف يتخدم باليد بحال تنعجنو وفي نفس الوقت باش ما يكورش لينا، وندخلو لقامه مزيان. هذه هي الطريقه الاصليه اللي كنديروا حنا في المدينه ديالنا. وغندير المسكه، عفوا هنا نسيت المسكه، هنا عندي المسكه غادي نزيدها وكذلك غادي نغربلها. الا تخاصني ديك الساعه المسكه غادي نزيد. كيف ما قلت لكم دائما ذوقوا اللقامه. غادي نزيد تقريبا هنا عندي واحد الكاس ديال العسل. اللي ما بغاش يدير العسل انا كندير نص الكاس نص السكر كلاصي ونص عسل. الا تخاصني الحلاوه غادي نزيد غير العسل. هنايا كنت خليت واحد شويه ديال الزنجلان صحيح محمر، غادي نزيدو حتى هو. وهنا كنت هزيت واحد شويه في الطحنه الاولى كيف طحنت سليلو بهذاك اللي قليت في الزيت، كنهز واحد شويه باش يبقى لي شويه صحيح. غادي نزيدو باش يبان لي دوك اللويزات هكاك صحاح. دابا غادي نزيد الزبده في القياس، غنتم غاديه وكنزيد في الزبده حتى تجمع لي سليلو ديالي. كنخلط مزيان بيديا، حاولوا تخلطوه مزيان. الزبده على حساب كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي معلك كاين اللي كيبغي شويه ناشف. انا بصراحه كيعجبني سليلو يكون شويه معلك واخا هو ماشي صحي بهاد الزبده وداكشي، كاين اللي كيدير زيت العود، ولكن راه غير الباروك من العام لعام مخشي ما نديرو في رمضان. صافي دابا من بعد ما دلكتو مزيان دخلتو لقامه كما كتشوفوا على هذا الشكل،
لكم الشكل النهائي تاع السليلو اللي درت معكم اليوم. الشكل النهائي ديال السليلو اللي درت معكم اليوم على الطريقه ديالنا ديال مدينه اسفي، نتمنى يعجبكم ونتمنى تدعموني بالجيم لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك ويشغل الجرس ليس امرا، بل فضلا منكم. شكرا على المتابعه، في وصفات اخرى ان شاء الله.